نظرا لعدم الاستجابة والرد على مطالبنا المحقة نعلن استمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب. لا يبدو أن مديرية التربية شمال حلب تنوي الاستجابة لمطالب المعلمين المضربين عن التدريس وإنهاء الأزمة الحالية وإرجاع دوران عجلة التعليم المتوقفة، بل إنها على العكس من ذلك لجأت لأسلوب فرض الأمر الواقع عبر بيان تهديد ووعيد أصدرته المجالس المحلية لمدن الباب وقباسين وبزاعة، مبينة أنه سيتم اقتطاع أجور الأيام التي تغيب فيها المعلمون عن مدارسهم، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنها هددت بفصل المعلمين المضربين عن العمل في حال عدم التحاقهم بالمدارس اعتبارا من يوم غد الموافق للعشرين من شهر تشرين الأول. لن نجد سوى مزيد من الفقر للمعلم، مزيد من التعب، مزيد من الجهد، مزيد من الأوقات الطويلة خارج المنزل. إصرار من المعلمين على الاستمرار في الإضراب الذي يشل حركة المدارس ويوقف قطار التعليم بكافة مراحله في مدن الباب وقباسين وكافة مناطق شمال حلب بسبب الوضع المزري لكافة الخدمات التعليمية في المنطقة والأجور الزاهدة التي يتقاضاها المدرسون، ما يدفع العديد منهم إلى العزوف عن المهنة والتوجه لأعمال أخرى. نقص بالكادر التعليمي، المناهج غير مضبطة وغير صحيحة، لأنه عم يطبق علينا المناهج التركي والمناهج هي مناهجنا، وكذلك الأمر التعليم بالمدرس والمعلم ما عم يأخذ أجره. الإضراب الذي بدأ يوم الخميس الماضي امتد صداه لمعظم مدن وبلدات شمال حلب، ولم يكن التجاهل والرفض لمطالب المعلمين المنظمين له بالجديد عليهم، فقد أوضحوا في بيانهم أن مديرية التربية غاضت مرارا وتكرارا عن مطالبهم وتوصياتهم التي يأتي على رأسها تحسين أجورهم التي لا تسد رمق عائلاتهم، فضلا عن نقص الكتب التدريسية وضعف الخدمات التعليمية بشكل كبير في كافة مدارس المنطقة. السياسات المتبعة في المدارس غير مناسبة، نحتاج إلى نظام داخلي يحدد حقوقنا وواجباتنا، نوصل رسالتنا ونرجو منكم أن تفهمونا. ما بين مطالبة المعلمين بتحسين أجورهم وعدم استجابة مديرية التربية وتصعيد المجالس المحلية شمال حلب، يظل الطلاب في المنطقة ضحية لما يصفه السكان بالفساد وعدم الإحساس بالمسؤولية والاكتراث بمستقبل الطلاب والمعلمين على حد سواء.